ايه يا رضا مالك؟ قافش ليه؟ من ساعة ما جيت ما نطقتش ولا كلمة واحدة. لا أبدا يا دكتور، مفيش حاجة والله. طيب رد على التليفون شوف مين. حاضر يا دكتور. صيدلية عمرو يا فندم. أيوة مع حضرتك. حقنة إيه يا فندم؟ موجود. وإيه كمان؟ حاضر. استأذنك العنوان؟ أيوة. شارع أحمد عبد العزيز عمارة رقم 6B الدور. حضرتك قلت ايه؟ احمد عبد العزيز 6B. ابوكي ومرات ابوكي عايزين يخربوا عليكي يا صابرين، بس احنا شاريينك ومهما عملوا عمرنا ما هنفرط فيكي ابدا. بجهتك دي على راسي والله يا خالتي، ما تخافيش، هما مهما عملوا عمرهم ما هيعرفوا يفرقوا بيني وبين رضا، وانا في حد مصبرني على الهم والغم اللي انا فيه ده الا هو بطيبه قلبه وحنيته، وبعدين ده انا اشتريه بعمري. بس ابوكي مش هيسكت، وحكايتك انت ورضا دي لازم تخلص. احنا بقى لا هنستنى شقه المحافظه ولا عشه تتبني ولا جمعيه تتقبض، انتوا هتخشوا عندي بيتي وتقعدوا معايا. ازاي بس يا خالتي؟ دي الشقه يا دوب على القد. وهي جت عليك انت يعني؟ الشقه تقضي من الحبايب الف، وهنسعي بعضينا عشان نخلص. طب انت يا ماما يعني قلتي لرضا؟ كلمتيه؟ خدتي رأيه؟ عرفتي منه أي حاجة؟ أنا لا كلمته ولا قلت له. أنا بعد ما شفت أبوكي ومراته وعمايلهم قلت لا، هما حيزلونا ما بيت جوزك موجود وتخشوا فيه. بدل ما يقعد يقول لك بقالك معاه 8 سنين والبوسة بكام والحضن بكام. طب ورحمة أمي يا خالتي؟ ابنك عمره لا بس ولا حضن. عشان حمار. المهم هتعملي اللي قلت لك عليه ولا إيه؟ الأهم من كل ده تكلمي رضا وتعرفي رأيه. والله بقى أنتوا أحرار، أنا اللي عندي قلته وهو عقلكوا في راسكوا تعرفوا خلاصكوا. السلام عليكم. وقف عندك، على فين يا اخينا؟ هي عماره من غير بواب؟ لا العماره ببواب وزي القمر كمان، مش دي عماره 6B؟ ايوه هي عماره 6 زفت. عاوز مين انت؟ انا طالع الدور الثاني. ست امال؟ امال الله يفتح عليك، ابوسك يعني ولا اعمل فيك ايه؟ ايوه امال و6B كده 100 100. قلنا استنى مكانك، اصبر لحد ما البس الجلابيه واجي معاك. وتيجي معايا ليه يا بلدينا؟ وانا مش هعرف اطلع لوحدي يعني ولا ايه؟ هي اوامر الست امالك دي، قالت اي حد ياجي من بتوع الدليفرو لازم اطلع معاه. دليفرو؟ عيب يا بلدينا ما تقولش دليفرو، انا جاي من الارزخانه عشان اديها الحقنه. واللي جاي من الارزخانه يعني على راس ريشه ولا عشان ما تدي حقن فكرت نفسك الدكتور زويل؟ هو الدكتور زويل بيدي حقن برضه؟ باه مش دكتور؟ هو في دكتور ما يديش حقن؟ عندك حق، معلش يا بلدينا اعذر جهلي. طب يلا اطلع وراي. اتفضل. يلا. ايوه انا جاي اهو يا اختي، وانا مركبه عجل في رجلي. ما تصبر. خير يا عويس؟ قولي للست الراجل بتاع الحقن. ايه بتاع الحقن دي؟ ده انت ناقص تقول لها معاه حقن طازه. يا رجا انت يا زفت يا رجا. ايوه حاضر. ايوه يا مدام انا جاي اهو. خش يا عويس خش، بلاش وقت دماغك. هو في ايه؟ لا ما فيش، ما تاخدش في بالك. اتفضل اتفضل. يا مدام انسيال ايه بس اللي حاسده ده؟ ما هتلاقي منتور هنا ولا هنا. طب اقول لك
دوري كده في درج كومودينو ده يمكن تلاقيه. انا بقولك انا حطها التسريحه امبارح. ايه برد بالليل راح يتمشى ودخل درج كومودينو؟ وديتيه فين يا مدام؟ هو انت كل يوم هتطلعي لي بمطلوع؟ امبارح قلتيلي الختم الالماس بتاعي وقبله كان الاسوره، ودلوقتي هتقولي لي انسيال؟ عشان انت حراميه وبتسرقيني، وانا هكلم البوليس دلوقتي حالا يجوا يمسكوكي. يا مدام حرام عليكي بقى، كفايه افترا ده. الهوسوس ده يا رب. انا مفتريه يا كلبه يا معفنه؟ طيب. لا بقى هو في ايه؟ لا مفيش حاجه، ارتاح انت بالاذن. انا بقى يا دكتور. استنى هنا دلوقتي، بقيت دكتور؟ ما كنت بتاع حقن من شويه. معلش يا دكتور اعذرني، انا اصل البوابه لوحديها. ثواني والحاج هتجيلك دلوقتي. ها خليك قاعد، ارتاح انت. السلام عليكم. يا شيخ يا رب تموت يا هسوس. بتدعي عليا؟ بتدعي عليا؟ طب هكلم البوليس يجي يمسكوك يا حالك. ايه انت مين انت؟ انا صيدليه عمرو يا فندم، وكنت جاي عشان ادي لحضرتك الحقنه، بس واضح كده ان انا جيت في وقت مش مناسب. هتكل على الله دلوقتي. استنى عندك حقنه ايه؟ انا ما باخدش حقن. تاخديش حقن يعني ايه؟ هما كلموني في الصيدلية وقالوا لي اجي ادي لحضرتك الحقنة. انا ما كلمتش حد. تبقى انت اكيد الحرامي اللي سرقت الانسيال بتاعي. انسيال ايه يا حاجة؟ استهدي بالله. تبقى اكيد عشي البت الحرامية اللي هربت دلوقتي. جاي تديني حقنة عشان تموتوني وتسرقوني. ايه يا فندم جو صبايا الخير اللي انت عايشة فيه ده؟ انا معرفش حاجة. انا هكلم البوليس حالا يشوف شغله معاك. لا بوليس ايه؟ لا بناقص الحقنة دي. يلا سلام عليكم. سلام.